الحسن وترى الفائز برئاسة ساحل العاج حسب نتائج لجنة الانتخابات يدعو إلى تدخل عسكري للإطاحة بلوران غباغبو الرئيس المنتهي ولايته بعد رفضه التنحي سلميا عن السلطة. من ناحيتها جددت الأمم المتحدة دعمها لوترا والتزامها بمواصلة العمل من أجل إيجاد حل سلمي للوضع الحالي، معترفة في الوقت ذاته بصعوبة هذه المهمة. لدينا خطط ومعدات لدعم إرادة الشعب من خلال الوسائل السلمية، ولكن إذا اختار العاجيون العنف فماذا سنفعل؟ غباغبو كان اتهم قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج بإطلاقها النار على المدنيين مطالبا برحيلها من البلاد، رافضا أن تنصب قوات أجنبية غريمه وترى رئيسا بالقوة. كما دعا لأول مرة إلى الحوار لإنهاء المواجهة السياسية العنيفة بين أنصاره وأنصار خصمه. من المقرر أن يعود وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هذا الاثنين إلى العاصمة أبيدجان للالتقاء بغباغبو وإقناعه من جديد بالتخلي عن السلطة.